الحقيقة الحكومة مشكورة، عملت مجهود كبير جدا، صرفت أو هتصرف أو يعني ناوية تصرف ل120 ألف عامل مصري، كل عامل هياخد 500 جنيه. القوى العاملة تم صرف 500 جنيه منحة استثنائية ل120 ألف عامل غير منتظم. جميل والله، بس ممكن تقول لنا ازاي اخد ال 500 جنيه؟ معلش انا عامل غير منتظم، ممكن اخد 500 جنيه ازاي؟ واضح نبت امله، لان صدى البلد طلعت تقول لك ايه؟ اربع خطوات اعرف ازاي تاخد دعم من القوى العامله في اربع خطوات. لغز بقى، تقعد تحل الغاز. يعني الطريق الى 500 جنيه، الطريق الى 500 جنيه في اربع خطوات. الطريق الى ايلات. محمد سعفان ده عجيب قوي، بس كله عجيب يعني، ما هي دولة العجب. 500 جنيه احمد ربنا يا سيدي، 500 جنيه معلش ده بعده، عشان بعض الناس هنا ما يعرفوش ال 500 جنيه ممكن تعمل حاجات كتير جدا، ممكن تعمل حاجات. خلينا نشوف في الجراف اللي جاي ده، ال 500 جنيه دي ممكن تعمل ايه؟ ده تعمل العجب، سيبك انت بعد ما تاخد الطريق اول، بص سيب اول شمال وتاخد ويمين، خش ده طريق ال 500 جنيه. اوكي؟ خلاص خدت الطريق؟ خدته صح؟ شوف بقى هتعمل ايه باللي خدته؟ 500 جنيه. اتفرج. 500 جنيه بيجيبوا ايه؟ هات يا عم ال 500 جنيه. متوسط الاسره خمس افراد. اكل لمده 3 ايام فقط، الوجبه فطار 50 جنيه، غدا 100 جنيه، عشاء 50 جنيه، 200 600 في 3 ايام، يعني ال 500 جنيه ما تكفيش 3 ايام. اوكي. اوكي تمام شكرا. طيب مفيش كده من غير فواتير كهرباء، غاز، ميه، ايجار تليفون وسلع اخرى. كده ال 500 جنيه راحت؟ وانا لسه ما خدتهاش على فكره. طيب لا، ده في الوقت العادي. ده في الوقت العادي، ده انا عايز اقول لك انه الاسعار السلع دلوقتي بقت غاليه جدا، انما خلينا تعال نشوف بقى بهدله الغلابه. في وقت أزمة كورونا تجمعات للعمالة غير المنتظمة عشان تاخد ال 500 جنيه، اتفرج. قال لك الدول بتستهتر. تجمعات أهي، الناس كلها التجمعات كله رايح ياخد ال 500 جنيه. اتفرج يا عم الناس لازقة ببعض إزاي؟ اتفرج يا معلمي إيبو غزالي. اكذب بقى وقول الصور دي مش حقيقية، وجايبين ناس كومبارسات وبيقول لك دي مصر وعاملين ديكور. حاطين غزالي والريان هناك اهو، ده مهندس ديكور شاطر قوي اللي عمل الديكور ده. ده مصر بالظبط، تحس انها مصر بالظبط. والوساخه اللي في الارض وكله بقى، كل حاجه مصريه والكومبارس ولبسوا الناس بالظبط. يا رب ايه ده؟ ايه الاعجاز في مهندس الديكور ده؟ ادي ال 500 جنيه في وقت بيقول لك الدوله بتستعطي، الناس بقى تاخد ال 500 جنيه يروح يركب المترو في الزحمه. طيب تعال نشوف بقى الناس قالت ايه على 500 جنيه. مش انا لما اشوف الاخبار دي وافتكر المتعوس اللي عايزك تواجه كورونا بتعويض 500 جنيه، حاطط صوره كده اهو كوميدي يعني. المفروض 300 3000 جنيه او ما يكفي لاعاله اسره شهر على الاقل. ايه يا امين؟ ايه يا امين؟ معلش امين زعل شويه. حلوين يجيبوا ازازتين كحول، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. لا يكفي طبعا اقل شيء 2000 جنيه شهريا على اعتبار 500 كل اسبوع علشان يعرفوا يعيشوا عيشه كريمه نوعا ما. الله يوسع رزقهم ويبارك في اولادهم يا رب. ده هيصرفهم على الاجراءات المطلوبه عشان ياخدهم، اللي هي الاربع خطوات يعني. يا دوبك تجيبوا كمامات ومطهر انت واولادكم، بالله العلي العظيم حكومه فاشله ومفيش ضمير. طب ده الناس قالت كده، انما الحكومه قررت تصرف. حد كتب بيقول الحكومه قررت تصرف 500 جنيه لعماله غير مستقره المقيدين بجداول القوى العامله، وطلبت من الاغلبيه غير المقيده انها تروح لتغذيه انفسهم، واخرت قرار برضه في نفس اليوم باغلاق كل المكاتب دي، الله، لمده 17 يوم. تعالوا اتفرجوا على كميه الناس اللي جت النهارده عشان تسجل نفسها، لقوا المكاتب مقفوله، يعني حتى الزحمه المكاتب مقفوله. يعني اداهم 500 جنيه في الهواء كمان يعني. طب تعالى بقى شوف ال 500 جنيه ايا كان بقى اسعار السلع عامله ازاي اليومين دول. انفلات في اسعار السلع،
في مال عربي الجديد اهو، دخلت مصر في موجه جديده من ارتفاع الاسعار في ظل الطلب المتزايد على المنتجات خوفا من الحظر، وشهدت العديد من المتاجر حجبا لبعض السلع الرئيسيه ترقبا لارتفاع اسعارها، مشان اسعار الارز قفزت خلال الايام الاخيره بس بنسبه تصل ل 35% ليتراوح سعر الكيلو من 8 الى 12 جنيه. انا مش دعوه بالاسعار يا جماعه، انا بنقل اهو بحسب النوع والجوده مقابل 7 و9 جنيه الاسبوع اللي فات. كما ارتفعت اسعار الفول الذي يعد الوجبه الرئيسيه لكثير من المصريين باكثر من 11% وفق مصدر في شعبه الحبوب والحاصلات الزراعيه، موضحا ان سعر الطن الفول ارتفع خلال الفتره الحاليه نتيجه لانخفاض الكميات المعروضه ليسجل 30,000 جنيه للطن، يعني كده مقابل 27,000 بدايه مارس اللي فات. المصريين برفعوا شعار مش هندفع، ما هو مش هدفع فواتير اهو، دشنا مغاردون مصريون هاشتاج اسمه مش هدفع ضمن حمله الكترونيه لمطالبه المواطنين بعدم دفع فواتير الكهرباء والغاز والميه والاتصالات نظرا للظروف اللي بتعيشها البلاد بسبب كورونا، ومطالبه الحكومه بايقاف التحصيل لمده 6 شهور، متسائلين عن نصيب المواطن من ال 100 مليار جنيه اللي خصصها السيسي وذهب معظمها لدعم الصناعه والسياحه والاستثمار ولم يذهب شيء للمواطن البسيط. نشوف المواطن الناس قالت ايه بقى؟ قالوا النظام ايه فرعانك؟ قال ما لقيتش شعب يلمني. لو كنا شعب حي ما كناش سكتنا على اذلالنا وسرقتنا بهذه الطريقه المهينه. اعملوا خطوه ايجابيه، ما تدفعوش فواتير الكهرباء والميه والغاز مثل ما فعلت باقي الدول مع شعوبها. خلص الكلام. مش دافع. ده الهاشتاج. لما الناس تلاقي تاكل طب تطلب منها تدفع لك فلوس، ارحمونا بقى وانا بقول لك اهو مش دافع. يا ريت والله اهو اي حاجه نحس بيها، دي بلدنا وبتقف جنب ولادها، مش مصر هي امي برضو وواجب تقف مع ولادها في البلوه دي؟ ولا كله سحب سحب مفيش ايداع خالص؟ مش دافع والله ما هدفع، والله ما هدفع، ولو حتى جاتني كورونا بذات نفسها مش هدفع. مش دافع. الناس اللي بتقول عضو مجلس النواب مع وائل البراشي بيقول في مكالمه انه مقدم مذكره رئيس مجلس الوزراء بس مجلس النواب بتأجيل فواتير الكهرباء والغاز لمده 6 شهور وتقسيطها على بعد كده على المواطنين، لا كتر خيرك. الصراحه ما انتم مش اعضاء مجلس النواب، انتم اعضاء مجلس النظام، وانا بقول لك مش دافع. وانا قاعد في البيت ومرتبي يقف والاكل يغلى وكمان ادفع فواتير للدوله، يا رب طفح. يا رب يطفحوا. مش دافع يعني مش دافع. طيب الحكومة الحقيقة بتقول الشركات الراغبة في تعليق العمل ملزمة بدفع مرتبات العاملين، ده شيء كويس جدا بصراحة بصراحة. وكامل الوزير قال ده النهاردة، كامل الوزير طلع النهاردة قال الحكومة اللي هتوقف اللي هتوقف شغلها ملتزمة أنا بقى مع ده بصراحة. يعني ده قرار هايل بصرف النظر بقى عن أي حسابات تانية. عقد لمتابعة الإجراءات وبحضور كذا، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات